بسم الله الرحمن الرحيم وحنان تاني السلام علي الله أبو قدري أمان شعبونا شبروت السمالة مدهان توتة كبيهان توت كارهان تاقي رياشة خيس حق وطري وحن بيك شرنا ساعدي ودب ليسي يلا بيت الصوحة ودري لك دورنا دولها عدهات وحنان تاني دي بورني السيادة يدين كوا هنا هنا بريتو دولها عدهات السوط وطان مخطرات سمحت جتان إن أنا نقف وضني تاجرسن وتاجرسن مرشح رجل الشعب عد كيس الله بصامين ولا سيحن تاجرسن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو كهذا ليا ما جع جرب هواين كهذا قرن يهون وينها غير سمال الله أما وضني با وحان دي شيغيا حوشي اينو سو هيني انتا سو بلود اما اين كامبينكي نكوبي لباتن كمالموت كو جيرني انو مانتا سو غبا غبودي ويحي اينو انتا و اردني و حوشوني نينا و اها اني نسبدل سمينو غير وطنيو اسبدل كي اينو سميني اني وحالي دنك الرباينة بري كمرا داليسان هدي الهي ادمو ان شاء الله بإذن الله الكريم وحان دي شيغيا مانتا غير سومالي لان ومالين اي قولي وسوهينيسو وحان شعر هاي حسب لو وضاني انو كو قوليستو طلبة دالكا مرخاسي اي نو كو قوليستنو وحان لا يهي دمان تاقير اياش اي مسوليين دا حسب لو وضاني حاسي حانينا حلي هولي سوكا صففكا نسي امانا اوقرا وحانو كبدي دينا حدي اما حسب لو وضاني دالكا لا شيئي اي ستان كارت المواطن لمضا وان كان كيف البحين تأيان سيدان ودوني اي صففكا بروحيان ودوميها ندورنا إلى أن أدكى أن يفرتي أن قصة سارينا وعبد الرحمن محمد عبد الله هذا وحي نقول دورنا إلى وحي نقول لك أن يبقى كريا تهي مهارك الإسلام هاي سومان نمسى السواء إلى أن نقفل إلى بوشا بإذن الله الكريم لما هو حلالي وحي نمارك كذا أقصنا إلى هو نسكد البدا كو جارسين إلى إنه غفرتي إلى كو وضهو بنا محقر هذا وضني إنه يقول عضو إنه فرتين وضني تعيشوا دا كياني سمانتا إنك كارك هايستا يسوقوا بيس بدل ما تكياني ترى أنا مو هبقية بقى عقرب هواي كهير قرم هواينا سمال لا بابا مدري ما تقول في هاي كينك ينبتي وين صور ما إلي عيارتي والله إذا قد حيسي ما أنتو هواي فرتي الناس ينقوة دقال بينا نمو لي فرتي سوقوا بدنيا تاقوا بقى ملو كهيريا ملو قوائيا ماشا دقال بجرو عديدي هو لقب حي على دمتها الله نقول بها آمن فرتيزان وحن قصبها ويوم القصو ملاق نوبرها نوبيسين إياه إن إبنها إذا كان كاللقي بنا يوم أي هدن طوالع وقد مضى وقيمة نيساتها إلا لي حتى كوها ليهم في دباك أي توصو صار دوتا حتى يجب حتى ديو حتى احترى كان كاللقي بنا يوم إلا أجي تمنى يا عبوتي إلا عدت يا الله سيسان يوم إسما أنت وحا كل احترى أي حسكا ولبرك الميوضا وحن دمانا من كلها اللي يعني وكو هذا يا مقعة حسب هو وداني وحنا نكره هلا يا دمان هذا رياش حسب هو وداني يا الله هلا يا وحنا يا هاي وحنا نكشرنا ما نشوف دم بيسي الجوشة في لنا إني بين كشرنا وحنا دفع كذا بيا إن أنا سوق على روح السنة أو أنا لا إمني كيو قد حديثة صابت أول من الأشخاص يعني دي بيا نقول في حياة مرك أي هو أبدا ذكي ماشي تشوفي هكذا مرك وحن نلاقي هذا مان وتتاع عين نقرر بناته طلبات بجنانشو كصدحات إنه هو أوفرتي نقرنين كعين بحنو مرك عدوت تتوح حشرة ضد عن وحب جرنيني أو ده أنا أقول الله هين باشرة مرك ده كان وحن كبرين يعني إن أي مرك أي قط ينادى سي أنا إن مرك كلام قاعدين إن أي كل واقع وحن وفر يعني المقاربة ماشي وفر يا إن أي كل هذا نقول أنا أنا بودني بالدنيا بس بدي ودني عيان الدنيا مرك هو حلو صوت عيا وماشي إنه تاج مقارب كني بمشي توبة مرك مقارب كنا يا الله كاشان إسا إسا أو كوميشن كان ويسوون الله كاشان يوم يسوي بدي أود الله هين نروح كلا سمايو كوميشن كي الله كاشان يا كوميشن كي مرك تتوسع يا على ما دي وداري مرك عادي عادي هو بفي تبنا دم دك أن جرنيني على ما دا صابت واحد شغل دب بدن وأن جرنيني ما تي وحنا سلام 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 وحنا سومرنا أيامه فرقنا وكابين وطني وكابين في مصر الماضي وإن شاء الله كل شغله بجنس بيت ما
maalintii ku suntahayd taariikhda soomaalilan insha allah aynu guushana hanteeno dhammaantiin dadweynaha bahweynta wadani meerka sii joogaan qaarada adduunka inta joogtaa gaar ahaan soomaalilan waxaa ku gubaabinayaa inaad ka bilacastaan kusoo gashaan amniga ilaalisaan qof kasta oo muwaadila oo ah bahweynta wadaniya oo saynu uroba taariikhdeedu u ahayd inay nahay xisbiga ugu cadaaladda sinane uguna nabadda jecelle inaynu dhaalno nabadda qofkalo jooga kuyuba ku jira au iskala ilaaliyo calaamada xisbiga wadani kula galo si nabadgelye ah kula dhamayso si nabadgelyaa codkiinana aad bixisaan dhammaan bahweynta wadani meel kasoo kala joogtaan waa maalintii guusha insha allah ritoole inu ku kulmiso doono codkeenanaynu ku kulmisayba waanu soo dhaafnay ololihii muddo badan baynu soo ololanaynay muddo badan baynu soo jahaatanaynay waa beritoole iyo guushii insha allah anugu hambalyeelayaa guul iyo gobonimoynaynu ku kulanno taageerayaasheeda waxaanu sheegayaa dad jilicsan baynu leenay dadaan qura qoraalka garanay baan leenay talaag meeshayna goobta sidaasa talaashu ku taallo waanaan sidaa u dhaafay qalinka sidaan u dhaafay haddii aad dhaafisa kaloos bay laga dhaqonaysaa waxaana ku taxadi talalka goobjoogayaasheenu halka lagu guulaystaa waa goobta inay goob jileegtaan ilaalisaan si aan dunanka goobta inila jooga cusbada kala u fadhiya aanu idiiga tegin oo waxaynaanan khasaarin waa inaad inoo ilaalisaan markaad inoo ilaalisaan lataliyaasha iyo taageerayaasha wadani ka filanaya codaynaya qof waloo wadaniyaba waxaad ku gashaa markaad codaynayso aad codka gurayso xasbi allah wanimca wakiil guul iyo gobani baynu rajeynaya dhammaan taageerayaasha wadani gobolka sitee degmo sitee fulid kasta jooga ku salaamaya salaada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadweynaha reer soomaaliland gaar ahaan taageerayaasha xisbiga wadani waxaan ku codsanaya inay si akhlaaq leh u codeeyaan oo aanay dhaafin xariijinta halkii loogu tala galay waxaynu nahay calaamada marka lasoo qaadayo warqadda calaamada ugu dambaysa markaa fadlan la eegta xariijinta goobaabada xagga iyo xagga mida yaan ugu dhaafin hadday dhaafto codkaas wuu naga khasaaraya waxaas taaranayaa inu la iman qof walobaado qaarkaada codaynta gacanta ku sita la kaala oo kayuga la dal fadlan qof walooba qaarkaada codaynta kayuga la dal walaa masar walaa shalmad walaa koofiyad wax laga iman karaa ma jiro haweenka reer soomaalilana dan yartaan waxaan ku bishaaraynaya in maanta ay helayaan madaxweynihii xaq ahaa ee cashuurtooda ku qabanlahaa haweenta danyartee suuqa fadhiista waxaan leeyahay codkiina xisbiga wadada siiya waayo cashuur balaynuka qaaday kumana soo noqoto madaxweynihii kusoo celinaa wacdmadcino maantuna guushiidinba udahay waxaan kula tarnay in codkiina siisaan cabdiraxmaan cabdillaahi cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cino sidaasa idinkuna ku noqo waxaan si gaara u salaamayaa bahweynta wadani meel kasta ayguna joogaan waxaan leeyahay waxaan rajaynaa saadaashii guusha sidaad rajaynayna waynu wadanaa xisbigan waa xisbigii cadaalad iyo qabyaalad iyo sinaan intaba naga reebi doono sinaan inagu dhaqi doono waxaan leeyahay odaynta aynu si fiican u odayno kaadhkeenana aynu gacanta ku sidano safafkana aynu hagaajino nabadana nabadgelyadana aynu ilaalino asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa weeyaan samsan xaajaadan cilmi qabiile waxaan joogaa xaruntii bariga ee wadani loogu shaqaynayay waxaan doonayaa inaan fariin gaadhsiiyo dadka soomaalilandariska inaan fariin gaadhsiiyaan doonayaa waxaan doonayaa inaan u sheego waxaa qabyaalada la yidhahdo hadday wax idiin tarayaan ilaa lixdankii iyo wixii ka horreeyayba qabyaalad baa lagu noolaa kala qaybsi baa lagu jiray waxa nin xoola ku urursada mooyaane nin wadanka waxu qabtay ma jirto nin daciifa oo aan isagu isku filayn ayaa qabyaaladda isticmaala ama mid tuuga oo doonaya inu wax ku dhaco oo ka suuqa jooga oo yidhahdo waa ilaadeerkay uu u heeliyo qabyaaladdii waa laga baxaa oo meed baynu u baahan nahay dalku siduu u dhisno dalkii nimaco fara badan baa dalkiina ku jirta haddaad doonaysaan inay nimaco ku noolaatan caruurtiinana ku noolaato waa inay qoomiyad samaysataan oo ninka idin ictiraaf idiin doonaya ee idin qoomiyadda idinla ogol ee aan qabyaalad ku shaqaysanaynin ee aan doonayna inuu jeegaan sameeyo waa in codka siisaan dadku waxaan ku guubaabinayaa inay jeegaantaa la jabiyo
oo garanti lagu soo noqdo oo maanta cabdiraxmaan cifro loo footeeyo ninka nabadgelyada iyo idiin wadaa waa isaga ninka barwaaqada dilin doonaya waa isaga ninka adduunyada ictiraaf idin ka doonaya waa isaga ninka tacliintii idiin wadaa caruurtiina doonaya in tacliin hagaagsan loo dhigo waa isaga ilmaha halkan ka baxa waxba kama garan karo adduunyada dibadda markuuga waxaa u baahan yihiin caruurtiina waxay u baahan tahay tacliin wanaagsan oo hagaagsan oo tii la dhigi jiraya ee ingiriiska laga keeni jiray ee adduunyada laga keeni jiray ee adduunyaduna barato bismi illaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa maanta jamhuuriyadda somalilan dhixda gobol meel kastoo ay joogaan waxaan khaasatan u salaamayaa xusbiga wadani meel kastoo ay joogaan maanta oo ay tahay maalintii aynu codka aynu ku kala ridaynay saddexda xusbi waxaan leeyahay xusbiga wadani meel kastoo ay joogtaan heegan gala kaadharkiina waxaa kayuuyada lagu buuxinayaa kaadharkii dhalashada waxaa eegataan kaarkii cod bixinta in iyo kii dhalashada kala saara waa ina ka kayuuga kaa buuxinayaa ee sita dhalashada dib u aad u dambaysiisaa adigoo haysta kii cod bixinta waxaan dhawaaq dheer iyo dhawaaq gaaban u dirayaa xusbiga wadani meel kasta ay joogaan maanta waa maalintii aynu ordaynay berina waa maalintii codkaynu ku ridaynay ha seexanina ha daalina ha jiibsanina waa in aad ku dadaashaan sidaan intaasoo dhan mashaarkayn u lahayn aynu maanta gaadhi lahayn waa berri haddii alla inagu simo codkana ku ridayno.